انا بعمل شخصيه اسمها فاضل، شخصيه جديده عليا خالص، ولد هجام دخل السجن، اتعرف على نضال الشافعي واحمد زاهر جوه السجن، خرجوا عملوا عملوا بقى شله، بيعملوا عمليات خاصه. ايه اللي هيحصل هنشوف في الفيلم ان شاء الله. حي اي منتج نزل فيلم دلوقتي، لان الصناعه ما ينفعش تقف، لان دي فاتحه بيوت ناس كتير، وبنودي رساله للناس ان اطمنوا انزلوا اتفرجوا. انت شايفه الاقبال الحمد لله كبير، الحمد لله ما فيش حاجه، والتعقيم انا شايف ان السنه معقمه الدنيا وفي اجراءات شديده في التعقيم، فباذن الله خير يعني ان شاء الله. مسلسل فانتازيا كوميدي كده اسمه التابلت الملعون، تابلت في ابلكيشن بيعمل حاجات لطيفه، ففي عصابه بتجري ورايا عايزه تاخد مني التابلت ده. ايه اللي هيحصل هنشوفه في المسلسل ان شاء الله. تجربه ظريفه جدا، الحلقات صغيره وبعدين بتتقسم اجزاء، يعني 30 حلقه كانك بتتعاقد على ثلاث مسلسلات، كل 10 حلقات هينزلوا زي جزء اول، يعني بارت 1 بارت 2 بارت 3، فباذن الله يعجب الناس ان شاء الله. وهي ده اللي جاي، يعني ده اللي جاي، والناس كلها بقت بتتفرج على الموبايل اصلا، التلفزيون بقى يعتبر هينقرض يعني زي الفيديو كده. ايه يا شويه هيت؟